متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بحول الله. المحاور الرئيسية التي سأتحدثها في هذه النشرة هي الطقس الحار المتوقع في أغلب المناطق وزخات رعدية من الأمطار متفاوتة الشدة من يوم لآخر في المنطقة الجنوبية الغربية، واستمرار تأثر المنطقة الشمالية الغربية بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي خلال عطلات نهاية الأسبوع. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية والعابرة في أقصى جنوب المملكة. نذهب الآن إلى خرائط توزيع الأمطار من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يلاحظ تراجع كبير في شدة الأمطار أو في مساحة تأثير حالات عدم الاستقرار الجوي في عموم مناطق المملكة. طقس مستقر في أغلب مناطق المملكة باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية التي تبقى تشهد زخات رعدية من الأمطار ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي مع تراجعها خلال عطلة نهاية الأسبوع. المنطقة الشمالية الغربية أيضا تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تعطل زخات رعدية متفرقة وعشوائية من المطر ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذا بالآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة وخرائط توزيع الكتل الهوائية من يوم الخميس إلى يوم الأحد. يلاحظ استمرار تأثر المنطقة الشمالية والشرقية والشمالية الغربية بكتلة هوائية حارة، حيث يسود هناك طقس حار بشكل لافت، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. بينما يستمر الطقس أيضا حار لكن درجات الحرارة حول معدلاتها في المنطقة الوسطى بما في العاصمة الرياض، بينما يكون الطقس أكثر اعتدالا في المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية. نذهب الآن وإياكم إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس غالبا صافي مع 29 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة درجات الحرارة تستقر حول 40 درجة مئوية من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد مع طقس صافي، أما الصغرى تستقر بين 30 و 29 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.